جيتي مشان نتذكر أيامي القديمة كلها ما هيك؟ هديك الأيام لما كنت أضحك من كل قلبي وكنت سعيدة، بس هلأ صرت حاسة إنه نص حياتي مليانة بالليالي السوداء والنص التاني مثل الشمس الحارقة بنص النهار. ركماني عن جد شكرا لأنك إجيتي. القدير بيعلم، لو منعرف كنا رجعناها. ما حدا بيعرف وينها منوب. هاي القصة صار لها سنين طويلة، هي هربت تركت البيت. روحي من هون. أنا كنت. أنتي شو؟ فهميني، كله بسببك، كله بسببك أنتي، بسببك أنتي كان لازم أعمل هالدراما، دراما إنك خطيبتي. بسببك أنتي كان لازم إجي على هذا البيت الحقير وأجبر أقعد مع هالناس. بسببك أنتي لازم ضل أدفع الثمن، ثمن سكوتك وصمتك عن هدول المجرمين اللي حاسبتيهم أهلك وتركوكي. اسمعيني منيح، لا عاد تتصرفي على أنك إنسانة قلب ضعيف. قال إنه بنت طيبة، حاجتك حاجة بقى تضلي عم تخبي ذنبك. كل يلي عملتيه من وراء أهل ضيعتك كلهم وخوفك عليهم. لا تشوفيني هيك، أنتي لسه ما بتعرفيني منيح. اسمعيني وليه شو رح أقول. أنا بكرهك، بكرهك وبكره هذا الزواج. أنا آسفة وبعتذر، لأني حسيت بالشفقة وزعلت كتير على صبي صغير تركته أمه وراحت بكل قسوة. بس لا، هالطفل البريء مو موجود هلأ، الموجود بداله كتلة شر. شو؟ شوفي، مو هني قالت شي ضايقك؟ قولي بنتي. أنا لازم حضر الفطور لحالي. إيه؟ ما في فرن بالمطبخ أشتغل فيه، وفي نوع غريب كتير من العلب إلى أربع رجلين، وأنا ما بعرف كيف أشتغل فيه. هذا اسمه بوتاجاز. عمي ما بعرف كيف استخدمه. هالبيت مليان نسوان، فيك تسأليهم. انت اللي قلت للكل هون انه انا جاية من مدينة كبيرة، مزبوط؟ كيف فيني اقول اني ما بعرف استخدم هاي العلبة اللي إلى اربع رجلين؟ روح علمها بيكون احسن، وقال اكيد رح تنفضح الكذبة تبعك. برافاتي، شو عم تعملي لي اكلات على الفطور؟ بطاطا مع الخضرة والتشاباتي. بطاطا مع خضرة والتشاباتي؟ رودرا فرجيها كيف لازم تحط نقطة سودة على الخضرة والتشاباتي. لازم تعمل فطور منيح احسن ما توقع بلسان مهيني وتلاقي حالك بورطة. غاز الداحة.
انت برميه هيك وبتشعلي بس يشعل، اذا بدك توطيه بتوطيه من هون، واذا بدك تقويه بتدوريه هيك، وحتى تطفيه بتعملي هيك، وانتبهي لا تفتحي لفتره طويله قبل ما تشعلي لانه خطير عليك. ماشي؟ بس وين بلاقي حجر الايد مشان ساوي فيه البهارات؟ حيني فيكي تطحنيها بهي الآلة. حطي هذا هون وثبتي منيح، حطي البهارات جواته وبعدين حطي له الغطاء. هاي هي كل القصة، وبعدين بتشغليه. لما بتكون شغالة لا تفتحي الغطاء أبدا، وانتبهي منيح لا تلمسيها وإيديك رطبة. هو الملح ما عم بقدر أوصل لهنيك بنوب. في شي تاني؟ رودرا؟ ابني؟ لازم تاكل الفطور اليوم بالبيت بيكون أحسن. بارفاتي بنتي عم تحضره، وإذا طلعت وما أكلت فطورك معهم الناس رح تبلش تشك بالقصة. الأكل بتشهي يسلموا. بس يا خانم نحن أبداً ما مناكل بأنفنا، نحن مناكل بلساننا، فطعمته لازم تكون طيبة. ما عندك فطور أقل من هاد؟ كيف؟ لا، ليش؟ لأنه هذا الأكل ما بيكفي ولادي حتى، والكمية قليلة كتير ما بتكفي حدا فينا، وانتي ما حسبتي حساب كل العيلة لتاكل وتشبع. ماما مو هيك، بس ابنك الكبير كان عنده شوية شغل وطلع بكير، وابن حماية قال إنه ما بيطول ورح يرجع بعد الظهر على الغدا. فهميني بنتي، لك انتي ليش عم تخبي هذا الصحن؟ يلا احكي بسرعة. لأنه ماما بالنسبة لأختي سونهيري فهي راحت على جامعتها وقالت نخلي لها الأكل لأنه بدها ترجع تاكل بس تخلص. يا عمي معلقة سكر واحدة بتكفي؟ بابا تفضل الشاي تبعك. بارفاتي يلا بنتي قدمي الشاي لخطيبك رودرا.
غريبة. قديش حطيتي له امبارح بالشاي نسيتي؟ انتي بتتذكري منيح شو بيحب او ما بيحب الاكل، بس ما بتعرفي قديش هو بيحط سكر بالشاي. معقول؟ لا عمتي. بارفاتي بتعرفي منيح إني ما بحب أشرب الشاي بسكر بنوب. ولا بحب الحليب بالشاي. بس هي كمان بتعرف إنه بهذا البيت يلي عايش فيه صار الجو أكتر مرارة من قبل بكتير. ومنشان أكسر هذا الشيء قد ما فيني لازم حط سكر. وإذا ما انكسر بالسكر بحط له حليب. بس كمان هذا بيعتمد على بمين عم اتصبح، وبناء عليه بحط السكر. وفيني هلا أوضح لك بالضبط شو قصدي. يعني مثلاً إذا شفت وش ابنك معلقة بتكفي. أما إذا صاروا شفت وش ولادك اتنين سوا فوقتها بصيروا معلقتين. وإذا الجو كان كتير سيء وبشع وشفتي فبوقتها بيصير انه بدي احط السكر كله. ممتاز، برافو. سكر بالشاي ممتاز، كله منيح. كثير منيح عن جد، كثير منيح ابني، برافو. ما قصرت ابدا باللي عملته فيها رودرا ابني. احيانا بتكون مليان بالسم بشكل مخيف فبصير فخور فيه كثير، وبفرح لانك بتعرف ترد حقك من هيك وحدي. على فكره البطاطا مع الخضار وتشاباتي كان طيب كثير. برفاتي بتعرف طري كمان، ولا تخلي رودرا يشرب هذا الشاي المليان بالسكر لأنه الحلو بيأثر على الجسم بطريقة سلبية. غضبي وكرهي لازم كله يكون طالع فيكي هلأ. أنا لهلأ لساتني هادي، أنت هلأ واقفة عم تقدمي الأكل لشخص وعم تخدميه وتشوفي طلباته، مع أنه هو يلي نزعلك حياتك. كان فيك تكوني بأمان، عن جد بأمان حقيقي، بس لو اعترفتي بالذنب اللي عملتيه أنت وأهل ضيعتك.
اعترفي وانا بوعدك انه تاخدي اقل عذاب ممكن. انت بس احكي، احكي كل اللي بتعرفي عن هدول المجرمين وعن صفقة السلاح، صدقيني بوقتها راح احميك وما خليك تتعاقبي. عن جد؟ لازم اعمل كل هدول لكان؟ لا، ما رح اعمل هيك شي حتى لو متت. انا بعرف منيح انه هذا العذاب قد ما كان كبير بالنسبة إلي فهو كبير بالنسبة إلك تماما. وإذا أنا كتير تأذيت أنت كمان رح تنحرق بهي النار معي، بس أنت مالك دخل بالذنب تبعي. أنت مبارح هيك قلت، أنت مانك سعيد وما كنت حابب أنك تجي لهون كل حياتك، بس انجبرت ترجع من شاني. مو متذكر أنك قلت هالحكي؟ يعني اتنيناتنا بنفس العذاب. ليكي ما بعرف انتي شو سمعتي، بس صدقيني انا ما بيفرق معي شيء ابدا. صحيح انك وقفتي بوشهم وعملتي اللي قلتلك عليه، بس هذا كله ما بيسمح لك ابدا تتجرأي هيك. كراهيتي وحقدي على كل النسوان ما حتتغير. لا تفكري حتفرق معي. كل النسوان كلياتن وخصوصا الحلوات يلي مثلك انت، فهمي هالشي. عم تحاولي بكل ما فيكي تغيريني وعم تكبري راسك علي وتعانديني، بس ما عم تقدري بنوب انه تعملي هذا الشي. ولا حتقدري انك تغيري شي. وانتبهي، يلي قدامك مانو سهل بنوب، فلا تصري وتحاولي تغيري شي بنوب، لانه بوقتها رح تندمي على اللي عملتي. صدقيني رح تندمي كتير. شغيلة هديك المرة بيقدروا يجوا بأي وقت وبيعملوا اللي لازم يتساوى. ما في داعي إنه أنت تجي أو تروحي قبلهم بنوب. لازم تبيني إنك واحدة من هاي العيلة، فهمتي؟ ما برضى أقل من هيك قدام أي حدا. وكم مرة قلتلك بس أحكي معك بتطلعي بعيوني وبتجاوبيني؟ وين السؤال اللي حكيته؟ شايفني عم نظف الغرفة ورح روح على غرفتي بعد شوي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.